الحقيقة نحن أنا اللي خلاني فوت على البلدية، صار لي 3 سنين ونص بالبلدية، هو حبي للعمل التطوعي وحبي لمدينتي ولإنماء وتطوير المدينة، هذا كان الهدف الأساسي. كان بالمدينة عنا عدة مشاكل بيئية، فكان الهدف الأساسي بال لا هو حل هالمشاكل هيدي. هلا نحن في شغله ايجابيه، نحن اول ما دخلنا مجلس البلدي تعاهدنا كرئيس واعضاء المجلس نترك السياسه ورانا، توقف السياسه خارج باب المجلس البلدي ونشغل انماء لتطوير مدينتنا. ومن هون فكرنا ركزنا كل عملنا على تطوير مشاريع اللي هي بتخدم المدينه. هلا كلنا بنعرف عنصر الشباب هو عنصر كثير اساسي بتطوير المدينه لطموحهم، وهذا وخاصة أنا مرقت بمرحلة كل مرحلة طفولتي كنت أعشق العمل التطوعي، فبعرف في الإنسان لما يشتغل عمل تطوعي قديش بيكون عنده طاقة وعنده إنتاج وقديش بيعطي نتيجة. ومن هون بلشت كان حلمي أتعاون مع الشباب ومع المنظمات أو مع الجمعيات الأهلية الموجودة. هلأ طبعاً بكل بلدية في نقاط ضعف ونقاط قوة، فلما نبلش نفكر بأي مشروع أو بأي تطوير فبدنا نشوف شو نقاط الضعف بالبلدية. هلأ من أهم نقاط الضعف اللي كانت موجودة بالبلدية هي بعض الفساد الموجود بموظفين البلدية. معظم البلديات اللي بعرفوا أقل شيء بلبنان طريقة التوظيف بيكون بأسباب سياسية، بيجي زعيم بده يحط كم واحد بحطه، حتى معظم الأوقات بيكون الموظفين غير منتجين. ومن كمان نقاط الضعف هو المركزية اللي موجودة بالبلدية، يعني احنا بالبلدية مثلا ما فينا نعين موظف إلا لنرجع لمجلس الخدمة المدنية ولا روتين اللي بتعرفوه كله بلبنان. فهيدي كانت من أهم المشاكل، يعني لحتى نجيب عناصر للبلدية موظفين ذو كفاءة كمان من الصعب جدا لما يكون المعاش محدد، وما حدا بيجي على البلدية. واليوم تعرفوا بتطور التكنولوجيا كثير بحاجة لناس متطورين فكرة، نتيجة المعاشات والقليل اللي بيعطوها فما هون مضطرين يفتشوا على محل تاني فما بحب يشتغلوا بلدية، مضطرين نبقى. وهيدا كثير من أهم المعاناة اللي كنا عم نعانيها، عنا طاقم قديم بحاجة للتطوير ومش قادرين نطوره بسبب القوانين إذا بدك اللي هي بتعرق العمل. وهون أهمية إنه نرجع نشتغل كثير على المركزية الإدارية، لأنه كل شخص بيعرف بمنطقته بمدينته مين الإنسان الناجح ومين اللي بيقدر يفيد كذا، فما قدرنا نوقف عندهم، فبدنا لحتى نقدر نشتغل فلقينا أحسن نتيجة نتخطى الأمور ونروح نشارك مع الجمعيات الأهلية والشبابية ولو بعمل تطوعي أو بطريقة فيهم بشغلات تشجيعية، يعني مش هو بس كان عم تعطي نتيجة. هلا أنا على الصعيد الشخصي أحد الجمعيات الأهلية طلب منا ترشيح حدا من المؤسسات الحكومية ليحضر لدورة تدريبية بإدارة المدن الساحلية، وهذه كانت فرصة كتير مهمة لإلي وعلمتني كيف أتعاون مع هذا. هلأ أنا بعد ضمن دورة تدريبية مع مؤسسة سيدا الحقيقة كتير انبسط معهم، رحنا لدورة بالسويد لمدة 21 يوم وكملنا صرنا حوالي 6 شهور معهم، وقسم عملية بالأردن بهي من ضمن هالدورة كيف نشتغل على تطوير مدننا الساحلية. استفدت منها كيف انه كيف نقدر نشكل كتيم وورك اي مشروع يجي بده ينطرح للمدينة يكون بالحوار وبالتشاور مع باقي الفرقاء اما اقتصاديين او العنصر الشبابي او الجمعيات الاهلية اللي هن معنيين بالمنطقة وبيعني لهم منها. وخلينا نخلص من هالمشاريع اللي بتجي معلبة من قبل الدولة، بتعرف لما يجي مشروع ومعظم المشاريع اللي كانت تنعمل المدينة هي بتجي ما بيعرفوا عنها أهل المدينة شيء أبدا، وهيدي من أخطر الشغلات. وهيك أنا بلشت أفكر بشغلي كيف بدي أطور مدينتي، اشتغلت على تأسيس كان همي أعمل مكتب تنمية محلية للمدينة. كمان القوانين بالوقت الحاضر ما سمحت لنا لعدة أسباب، من ضمن هالأسباب استقالة الحكومة اللي بقيت 9 أشهر ما في حكومة، ما قدرنا نلاقي آلية توظيف من هالأسباب هيدي. اضطرينا نعمل لجنة من أعضاء المجلس البلدي وقعدنا نتشاور كيف فينا نحل حتى نبلش ما نقعد ننطر والزمن يدهمنا، نقدر نعمل شيء لما نقدر نأسس هاللجنة، يعني تكون يونت بالبلدية نقدر نفعلها ونشغلها. هلا بهالاجتماعات هيدا قدرنا عملنا عدة قصص نجاح فعلا، وأسبابها هو المشاركة والتعاون مع الجمعيات الأهلية والجمعيات الشبابية. في شغلة احنا مفتخر فيها بمدينتنا على الصعيد الطلاب المدارس، المدارس كانت سابقتنا عاملة شبكة مدرسية بتقوم بنشاطات مجتمعة بالتشاور والتعاون مع بعضها.
وقد يكون ما بيمروا اسبوع او اسبوعين الا ما بيكون عندهم حدث معين وبيعملوا هذا، وهيدي من اهميتها، بتعمل روح القيم عند الطلاب، بتشجعهم على المواطنه ومحبه مدينتهم. وبالعكس لما صار في تعاون بالقبل كان في مسافه بين البلديه والشباب والجمعيات الاهليه، وانا هون بدوري بشجع كل الشباب، اي واحد عنده فكره عنده كذا يجي يتصل بالبلديه ويطرح افكاره ويتعاون معه. في عنا بلديه، نحن ببلديتنا مثلا اذا بناخذ فكره عباره عن رئيس 21 عضو، وانا مأكد يمكن اكثر من نص الاعضاء هن فعالين ونشطين، فاي مشروع بيطرحوا ممكن يساعدون فيه وبيحملوا وبيوصل لمشروع. وعندنا عده تجارب ناجحه، لا نحكي بس على صعيد المدارس، على صعيد المدارس فتنا بمشروع فرز النفايات. انا بالنسبه لي فرز النفايات نجح لفتره معينه بس بحاجه لمتابعه وتطوير. في عنا مشروع كان مدارس خالية من التدخين، فعلا عمل نشاط كتير رهيب وقدرت أعلنت عدة مدارس في سنة معينة، أعلنت مدارس خالية واستمرت، وهذه شغلة كتير منيحة. الشباب لما عجبتهم الفكرة راحوا انطلقوا ليطلعوا على جامعات خالية من التدخين، كمان السنة اللي بعدها قدروا وصلوا لعدة جامعات في لبنان خالية من التدخين. وأنا حضرت نشاطاتهم، كانت كتير أكتف كتير فعالة، حتى البلدية شجعتهم وعطت جوائز لكل المدارس اللي بحرم البلدية لتشجعهم للمدارس اللي خالية من التدخين. وبالعكس سمعنا شغلات كتير حلوة، عدة معلمات وأساتذة وقفوا التدخين وكانت شغلة كتير إيجابية ونقلوها لبيوتهم حتى الطلاب، فكانت شغلة رائعة فعلا. فهيدا هون بثبت انه التعاون مع الشباب كان عندنا كثير رائع، وهلا نحن بصدد تطوير هالتعاون. وطبعا انا بشكر مؤسسة أنالين اللي سمحت لنا هالفرصة نتبادل افكارنا مع الشباب، وهلا كان عندنا مثل ما بتعرفوا دورة كثير استفدنا منها والشباب استفادوا وصاروا يعرفوا من خلال هذه الدورة اللي انعملت او هاللقاءات الحلوة كيف ممكن يتصلوا بالبلدية وانه البواب لا مفتوحة مش مسكرة. البلدية ما حد يجي عند الطلاب تقول لهم تعال عندهم، هن بدهم يروحوا يتحموا البلدية وبياخذوا وبيطرحوا افكارهم ونشاطاتهم وبيوصل للي بدهم اياه. وانا بقول كل واحد لو راح اول مرة وما نجحوا انا مأكد انه بالعدة محاولات بياخذوا اللي بدهم اكثر. طموح الشباب رائع، بيتعاونوا مع خبرة الأعضاء أو بالعمل البلدي، وأنا بتصور هيك بيتكاملوا بيشتغلوا كتيم وورك وبيوصل أحلى نتائج وأجمل من دي. وأنا بدوري هون بتشكر أنا ليد على هالمبادرة الحلوة اللي عم تقوم فيها.